رمضان كريم. من جديد كيف مدوزين النهار ديالكم؟ نقول لكم صباح الخير ولا انتم من هذوك اللي كيفيقوا بكري بحال هذو اللي عايشه معاهم انا؟ سلامه. رمضان هو النوم بالنهار والفياق بالليل بيان سور باش الواحد كيرتاح وكيفطر على خاطرو. الحمد لله دوك يوجدوا الفطور وكل شيء بصحتكم وراحتكم الشغل. اش غنقول لكم؟ ولكن هادشي خصو الاستعداد. لودينا السمي تسدو تخشى مزيان فواحد المنطة ثقيله باش ما نسمعش صداع. الله اكبر. هوا ودن بون ابيتي. بصحه فطوركم.